قصيدة لأنها قلائد تعلق. ليش علقوه بأيام في الجاهلية في الكعبة؟ لأن له قيمة وخاصة الجيد منه. فلولا أني أنا لمست في هذا الشاب الجميل هذه الموهبة. الشاب الجميل يعني والله جميل. على فكرة أنا بقول لكم شيء، يعني النظرة لا تكون نظرة يعني مباشرة ونظرة عين، النظرة عميقة، لأنك أنت لا ترى الجسد، هذا جسد أو شكل ثاني وراح يروح، أنت يجب أن تدخل إلى الأعماق ترى شنو معدن هذا الإنسان. والله سبحانه وتعالى أروح أقحص شوي وأرجع. لا 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 وين أنت في شويخ باع ما يحصل. أبو صالح تذكر شنو الشعر اللي قلته؟ ما يخالف. على فكرة في شغلة في أوضحها، كنا إذا يوم الاثنين إذا طبعا التلفزيونات قبل الساعة 12 سكر صحيح، فقبل 12 احنا نطلع والسيارات حلو تعال نعيش قصة حب بصوتها لما تقول زهريات أو القصائد الله. فتسوي تخلق لنفسك محبوبة وتسوي شعر ترسمها على كيفك، تحط هذه على شعر على تحريك من خيال وهذا غصب وهذا أجمل. أنا كانت وزارة الداخلية خلنا نكمل وانا تكفين خلنا نكمل شنو اللي حب نسمع ترى بنسمع زهريات بقولك نسمع كل شيء اليوم إن شاء الله. زهري زهريات قرينا للدويش كتبه. أنا واحد من الناس طبعا كنا نسمع منى طالب وزهريات اللي تقولها وتنتقيها، وكانت يعني لما تقول زهرية تحس إنها قاعد تقول مثل أغاني أم كلثوم. أغاني أم كلثوم فيها ميزة لما تسمع الأغنية وتندمج فيها تحس إنها كأنها تغني حالتك. أنت عاشق ما عندك أحد عاشق أصلا بس تسوي نفسك تحس. منى قالت تقول قصيدة وأذكر سيارتي كانت وقتها مسميها كراون توتا كراون مسميها فرخ المرسيدس يعني مرسيدس صغير ان شاء الله مرسيدس زين. فكنت اتمشى بشوارع شويخ باء صبيخات على البحر ما كان عندنا وكان البحر ولحد الحين عندكم بحر؟ الحين راح صار خلها ربك لا تدششني تكفى ترى ممكن خلنا في القصيد خلنا في القصيد اي خليكم سمعنا نسمع تسمع تسمع هالحوارات وتسمع شلون تصيد الضيف وشلون تقدر تخلي الضيف يعني ممكن يجيك واحد ما يبي يتكلم ما يبي يتحكى بس تعرف هنا بحوارها تخليه يطلع اللي داخله تحركه. فكنت من حبيت الزهريات بسببها معنى. شو اللي حفظته منها؟ كحفظ؟ يلا حفظ قصايدي عشان احفظ يعني نسمع قصايده ايه؟ نسمع وبعدين بسمع وللامانه وبعدين طلع جانا الله يرحمه ويذكره جانا عبد الرحمن الضويحي كان يكتب الضويحيات في فتره من الفترات قبل الضويحي العفو علي عبد الله خليفه طبعا احنا نقصد بالكويت اي احنا نقصد بالكويت يعني بالكويت لان دششنا على شيء من السياسه في الزهيريه الضويحي ترى دش بالسياسه بعض مرات تحس ان الرجل ما هو غزل يعني في سياسه في الزهري كان زهري زين خلنا نسمع منك الزهري بما ان فهد نجح وفاز واحنا كسبنا الذهب وجاب برونزيه بس احنا كسبنا ذهب من فضل الله اقول يا ديرتن كل الفخر ويا العلاجالها يا طير يا ديرتن طير السعد ساكن على جالها يا ديرتن عزها من عز روس رجالها يا ديرتن كل الفخر ويلع على جالها يا ديرتن طير الفخر ساكن على جالها يا ديرتن عزها من عز روز رجالها ودور انسى ما ينسي ولاني له الناس مبروك عيدك يا وطن لهلي مع ناسي وربيت ناسم يا وطن من كل الاجناسي ناسم بقوا في دارنا وناسم نسوا جالها يا اكثر اللي نسوا جالها تسلم زين انا بسمع حقيقة ما احفظ ولا انا عندي بس انا كنت معجبه بشاعر جميل يكتب زهيري كان يعني طبعا هذا قديم اسمه الدويتش ما ادري اذا مر عليك عراقي يعني من القدماء اللي بنوا حتى في الزهيري فكان يقول زهيريه يتساءل يسال
الحبيب. وطبعا الازهري يجب ان يكون فيه غموض مو مباشره في العباره بس انت تفسرها. يسال يقول بيضه ودادك ليش ما فيها صفر؟ الحين البيضه الصفر هو الروح. نعم صح. مش الريش الابيض الريش اللي راح يصير. يعني شنو الثمره؟ شنو بيضه ودادك ليش ما فيها صفر؟ منه البدانك علي من العواذل صفر؟ ابليس اللي يصفر بالأمان معتدل لونك ولوني من اتجاهي صفر. ينبيك حالي وصلت الموت واشرافه. والنبي والبيت واشرافه. عندي من اشوفك هلال العيد واشرافه. ليش من اجيلك تقول لي هالصفر؟ الله الله صفر من الاشهر الثقيله عند العرب. نعم فما كان فيقول لما اجيلك تقول لي هالصفر يعني يثقل قعدتك عندي. يعني قصائد جميله وقويه فمن هني حبوها. اللي تقوله زاك خلنا ناخذ تقرير ابو احمد ونرجع. مدام قال خلنا ناخذ تقرير صدقني حرام. شنو في شيء يخليك اللي تقوله زاك واترك هوى دارك. من هو الذي فسدك وعن دارنا دارك؟ لو تدري شو تكون لي وشلون مقدارك. ما تقول رح الابد وانسى الهوى الماضي. سيف الهوى يا صاحبي تحت الضلع ماضي. يا عيني وكتاب حبك خلص وبأوله ماضي كاتب عليه اهداء فدوى لها الدار. يا عيني عطنا التقرير يا عود. عطونا التقرير بسرعة. ناخذ التقرير نرجع. عطنا التقرير. حياكم الله في هذه الغرفة التراثية اللي هي يعني معظم محتوياتها للمرحومة الوالدة الله يرحمها. مثلا هذه المرشات اللي هما الماي الورد في الحفلات وفي هذه طبعا إلى الآن احنا نستعملهم والمباخر ملوتنا. طبعا أنا دائما من كل شيء أشتري اثنين والحمد لله ذيلة ما راحوا حتى في الثياب. أكو ناس ترى كله بس اختلفهم باللون. واجد ناس مثلنا. هذا السوت كيس مالتهم اول الجنطه وبعدين انا حاطه طبعا فيها قريضات لكن شوفوا من داخل يعني المناظر والدنيا ومنقشه. هذه حق السفر لجناط مالتهم كمان يحطون فيهم هذه الجناط. وهذا الصندوق المبيت بعد حق هدومهم حق ثيابهم. وهذه سله الروض يسمونها. هذه ايضا في الثياب انا حاطه فيها الان سجاجيدنا ومناشر الصلاه حق الضيوف اللي يجون. طبعا الغرفه فيها كبت وبمنظره وبوتاج هندي قديم ايضا هذا ملك للوالده وفيه كان فيه الازياء الى جانب يعني جهازها اللي الحقيقه ما تمتعت فيه الله يرحمها لأن يعني توفي الوالد رحمة الله عليه بعد زواجهم بسنة ونص وبالتالي تمت كل أغراضها والحمد لله أن هذا الشيء الوحيد اللي ما انسرق واللي أنا احتفظت فيه وكثير الحقيقة من أزياءها أنا راح يعني أحتفظ فيها وبروزها وأجمعها وأعرضها عليكم. من بعد هذا التغرير بس ما حبينا ننسى ان زميلتنا يمكن ابو احمد شوي نسى عن الشغله هذه. زميلتنا حبيبه العبد الله امس يمكن شوي طاحت وتعورت اليوم اعتذرت انها تكون موجوده ويانا بالحلقه. نتمنى لها السلامه وما تشوفين شر ان شاء الله يا حبيبه. وصراحه مكانك يبين. سلامات يا حبيبي. الله يسلمك.
استاذه منى، اذا بنتكلم عن التقرير، كلمينا عن التقرير خاصه. انت قلتي شغله مهمه عن هذا التقرير. اي نعم، هذا في البيت انا طول عمري من محبين التراث، ويعني ودائما احتفظ. طبعا لما حصل يعني فقدان بعض الاشياء، الناس اللي جو ودخلوا البيت ما اهتموا بالاشياء القديمه، كانوا دائما يبون شيء جديد. فالحمد لله والشكر اني انا بقت لي اغراضنا واغراض الوالده، فحاولت اني انا احتفظ. طلع جهازها كان في بقش، لان لما طبعا خياط، هالخياط الغريب، التطريز، المنمنمات اللي هو خياط اليهود قبل، كانوا هم اللي يعني يشتغلون بالايات، كانوا يشتغلون يخيطون. فعملتهم حقيقة لوحات، وعملت وضبط يعني المكان، لأنه له قيمة يعني نفسية عندي أكثر من القيمة المادية، لأنه شيء قديم. وكل هالأجانب اللي يزوروني يوقفون هالشكل تلبسون، حتى بالهم إحنا يعني طيب البلد فيها عدة يعني ناس يلبسون شذي، ناس يلبسون زبون، ناس يلبسون دراعة، ناس يلبسون سراويل شاد، يعني كل من حسب تكوينات المجتمع الكويتي. الثياب أيضا، الثياب لها أسماء معينة، التيل، زري، الفولك، نقشة الدجاجة، العريجة، يعني أنا أسف الآن ما حدنا نشوف الثياب إلا عند أهل الجبلة، وعند بعض أهالي الشرق العوائل اللي يعني محتفظة. تشوفها برمضان يطلع الثوب بنقطة التور، وجميل لأن التور ينزل على الرأس وعلى الوجه، يعني يذكرني بنوع التور اللي دائما نشاهده عند الدول الأوروبية، يهتمون فيه، خاصة اللي راحوا الكنائس لازم يحطون هذا الشيء التور الأسود عليهم. فيعني تراثنا تري صحيح. يعني أخوي ناصر ما أقدر يمكن أوجز لك بهذا اللقاء، بس أنا فرحانة فيكم حقيقة، فرحانة في هذه الموجة الجميلة اللي استطاعت أن تشق طريقها للعلا بخطوات ثابتة، يعني ما طلعتوا مرة واحدة فوق وتالي هبط عطائكم، لا، طلعتوا على شوية شوية ولازلتوا حقيقة. وبعدين أنا يعجبني طرحكم الهادي الرزين. الناس مثل ما قلت لك يختلفون، في ناس أساسا نبرة صوتهم عالية، في ناس أوتارهم مختلفة، فبالتالي يعني لا نستطيع أن يعني نساوي الكل. أنتوا عجبني يعني حواراتكم، خاصة في وجه لوجه لما كنت تلاقي مرتاح متسند على الكرسي وقاعد وإيد على ولا عليك من أحد وتسلت بهالحجيات على مزاجك. ما تدرين يا منى، وإحنا اللي مجابلين أنا بتنشبع بعضنا. أنت مستاسة تشوينا، بس إحنا لما قابلنا تطلع تقول أنا شك صحبت شكيت شلون جي صحبني. بس إيش وانا لما قابلتك كان هدوء. لا أنت آخر يوم لا لا كله أذكر. لا هو الله يعطيه العافية يعني الشيخ صباح، يعني هو له حس فني حقيقة، وأيضا اجتماعي وحبوب، وأيضا عائلته عائلة جميلة ومحتوية، ويعني لابد أنك تحس الإنسان اللي عنده هذا الإحساس الفني يسعى إلى أنه تكون هذه الموجة، أو يكون عطائه عطاء بناء لا عطاء هدم أو تكسير أو لأن إحنا ما إحنا بحاجة إلا إلى التون المنخفض الآن، إحنا بدور مراجعة النفس، إحنا بدور تهدئة ومحبة، ويعني وهنا موجود بالناس، ولكن قلت لك طرق التعبير تختلف من ناس لناس. كلام حلو، كلام حرجتنا. بس أنا بسأل أستاذ سعد، إيش رأيك بالإعلام؟ أي إعلام؟ الإعلام بشكل عام؟ ما شنو صبر، الإعلام تقول الخاص الحكومي بشكل عام، سياسي بشكل عام، بشكل عام أعتقد أنه مقصر في 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 تثقيف المواطن الكويتي.
مقصر بإظهار مثل ما قلنا من ساعة الجانب المشرق في الكويت.